حاضرون للمشاركة حتى على مستوى القتال مع العدو الإسرائيلي في أي مواجهة عسكرية جديدة، سواء لمساندة الشعب الفلسطيني أو لمساندة المقاومة اللبنانية وإعانة حزب الله في لبنان. حاضرون للمشاركة العسكرية. أصبحت المقاومة اليوم قوة شعبية وسياسية ووطنية وإسلامية وقوة عسكرية وجهادية حقيقية ومجربة ومقتحمة وصلبة في اليمن، هي جزء منها. حتى لو كنا في الوقت الذي نواجه فيه أدوات أمريكا في المنطقة ونعيش حروبا بفعل عدوانهم علينا، حاضرون حتى في مثل هذه الظروف أن نرسل المقاتلين للمشاركة في أي مواجهة مستقبلية. هذا لا يعني أنني أقول أن هناك دول قد تتدخل بشكل مباشر، ولكن قد تفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم. هنا لسماحة السيد حسن نصر الله في كلامه الذي تحدث به في شهر رمضان أن رهانك على الشعب اليمني رهان في محله. نفتخر أن يكونوا جزءا من هذا المحور، أن ننتمي إليهم ونفتخر أن ينتموا إلينا. برجع أتذكر هؤلاء الأغبياء بما يلي: موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. طالما إيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس. أكون شفافية أكثر من هيك. أنا اليوم أعلن وليس جديدا، أنا أفتخر أن أكون فردا في حزب ولاية الفقيه.